بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة هتبقى قصيرة مش زي يعني المحاضرتين اللي فاتوا. هنتكلم يعني بريف كده عن الكونجينيتال انومالي او بعض الكونجينيتال انوماليز اللي موجودة في الشيست، مش كلهم لان هو تراك مش ذاكر هنا او مش ذاكر تبع الشيست او شابتر الشيست السي كام او سي بام والسيكوستريشن، برغم ان هم مهمين برضو عشان تبقوا فاهمين. احنا هنبدأ بالبولاند سندروم. البولاند سندروم اللي هو يونيلاترال ابسنت اوف بيكتورال ماسل، فده بيعمل زي ما احنا شايفين ادي اليونيلاترال ابسنت اوف بيكتورال ماسل، هنا موجودة وهنا مش موجودة، وبيعمل يونيلاترال ليوسنت لونج، وبيخش طبعا زي ما احنا عارفين في كذا ديفرنشال. الحاجات اللي بتعمل يونيلاترال ليوسنت لونج زي الاولهم يعني الموست كومون ان يحصل روتيشن اصلا وانت بتاخد الشيست اكس راي سواء للرايت او للليفت حسب البوزيشن بتاعت العيان نفسه، وده الموست كومون. بيجي اسئله على فكره. وسوير جيمس سندروم اللي هو كان مع اسوشيشن مع المايكوبلازما انفكشن، وده هناخده في اخر الشابتر دوت اصلا. والالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي اللي هو الفانيشينج لانج سندروم بيبقى جوينت بولس انفيزيما، وبرضو دي هناخدها بعد كده يعني. فالديفرنشال بتاع اليونيلاترال ليوسنت لانج دوت بيجي في الاسئله بتاعت الام سي كيو يعني. تاني حاجة البرونكيال اتريزيا. البرونكيال اتريزيا هي كونجينيتال اوبليتريشن ل يا اما لوبر يا اما سيجمنتال يا اما سب سيجمنتال برونكاي، وطبعا بتقفل ممكن تقفل زي ما احنا شايفين الابر لوب هنا وعاملة اير ترابينج او ليوسينسي زيادة، يعني اليوسينسي بتاعت اللونج هتزيد وعاملة اير ترابينج. اشهر برونكاي او اشهر حاجة ممكن تحصل الابيكو بوستيريور سيجمنت اوف ذا ليفت ابر لوب، او اشهر برونكاي او سيجمنتال برونكاس بيحصل فيها كون برونكيال اتريزيا. وفي السي تي بتبقى شبه فينجر انجلوف بسبب الميوكاس بلاج اللي بيبقى موجود فيها، فطبعا بيقفل فبيعمل اير ترابنج زي ما احنا شايفين. وهنا برضو هتلاقي الحته ديت ليوسنت شويه، وطبعا ادي الابر برونكاي او سيجمنتال برونكاس وفيها زي ريدي اوبيك كده اللي هو الميوكاس بلاج اللي هو الفينجر انجلوف ساين. وزي ما قلنا فينجر ان جلوف ساين ديت اخدناها قبل كده في الاربسبرجلوزس لو تفتكروا يعني. وطبعا الفاسكولاريتي بتبقى قليله، يعني في الهايبر ليوسنت لونج هنا الفاسكولاريتي بتبقى قليله. وبيخش في ديفرنشال، ليه ما نقولش ان ده اند برونكال ليجن؟ يعني ليه ما نقولش ان ده اند برونكال ليجن؟ والله بنشوفه بالهاونسويند يونت المفروض ان هو يبقى اقل من 25 هاونسويند يونت، يبقى ده ميوكاس بلاج. لو ما قدرتش ممكن بقى تعمل له برونكوسكوب عشان تتاكد من التشخيص، هل هو اند برونكيال تيومر ولا ده ميوكاس بلاج وعمل برونكيال اتريزي. بعد كده هنخش على الاي في ام بالمونري اي في ام، وده اللي هو الارتيريو فينوس مالفورميشن، وبيبقى اسوشيشن مع الهيريديتري هيموراجيك تلانجكتيزيا والاوسلر ويبر ريندو ديزيز. في مالتيبل اي في امز او مالتيبل بالمونري اي في ام، وبتبقى اكتر في اللور لوبس علشان البلاد سبلاي بيبقى عالي، يعني البلاد فلو في اللور لونج لوبس بيبقى عالي شويه، وطبعا بتعمل رايت تو ليفت شانك شانت، فبالتالي بيبقى عرضه اكتر انه يحصل له ستروك او برين ابسس، يعني بيبقى عرضه ان هو يحصل له برين ابسس. وبتعمل فيدنج فيسل ساين، الفيدنج فيسل ساين وده ذكرناه برضو قبل كده. الاي في ام السيبتيك امبولاي او الهيماتوجينس ميتاستاسيس، برضو الثلاثه دول بيبقوا ليهم فيدنج فيسل ساين. يعني لو ذكر لك كلمه فيدنج فيسل ساين سيبتيك امبولاي تبدا بقى تفكر سيبتيك امبولاي ولا اي في ام هيماتوجينس ميتاستاسيس، على حسب برضو الكيز اللي قدامك. هنا لو تلاحظ النون كونتراست سي تي بتبقى زيها زي الاورتا او الهارت، هنا بالكونتراست بدات تنور شويه، ده دلاله على انها اي في ام او فيسلز مع بعضها. بعد كده عن بيرزيستنت ليفت سوبيريور فينا كافا. بيرزيستنت ليفت سوبيريور فينا كافا
وده بيبقى لاين في الليفت بارا ميديان لوكيشن، يعني بتشوفه في الشيست اكس راي ممكن يكون يبقى لاين كده في الليفت بارا ميديان لوكيشن وبيصب في الكوروناري ساينس. طبعا هو الموست كومون فينوس انومالي في الشيست. ادي دبل، ادي سوبيريور فينا كافا وادي سوبيريور فينا كافا الاصلي، فتحس كنا دبل سوبيريور فينا كافا، بس السوبيريور فينا كافا دوت بيصب في الكوروناري ساينس وممكن يصب في الليفت اتريوم. وطبعا ده بيعمل برضو شنط اللي هي رايت وليفت شنط فيسيولوجي، ولكن كمايلد افكت شويه. بعد كده هنخش على اللي هو سوير جيمس سيندروم، وده قلناه قبل كده اللي هو بوست انفكتشوس بوست انفكتشوس اوبليتريتيف برونكيولايتس، وده بوست انفكتشوس فايرال انفكشن للطفل، فبيعمل برضو يونيلاترال ليوسنت لانج زي ما ذكرنا في اول شابتر مع البولند سيندروم والبانيشنج لانج او الالفا 1 انتي تريبسين. وطبعا اشهرهم والموست كومون الروتيشن اللي بيحصل او البوزيشنال روتيشن للعيان. في برضو كونجينيتال انومالي اللي هو هورس شو لانج، وده رير جدا ان هو يحصل، ولكن ان بيبقى بيقول لك ان البوستيريور بازلر سيجمنتس اوف ذا لوور لوبس بيبقى تتحد مع بعض بيهايند الهارت. وبكده نكون انهينا محاضره الكونجينيتال. اتمنى اكون يعني اضفت لكم ولو جزء بسيط من المعلومات، واعتقد ان شاء الله باذن الله الصور برضو هتركز معاك المعلومه ان شاء الله يعني. وشكرا ليكم.